السلام والاحترام أصدقائي الكرام، ومرحبا بكم في مقطع جديد خاص بثغرة الحصول إن شاء الله على أقوى لاعبي باكج نجوم أسبوع الجديد. كما ترون إن شاء الله نحصل على تريبر أو كولومواني ميتوما وهاريكين، يعني أقوى نسخ الباكج هي هذه النسخ إن شاء الله. أول خطوة سوف نقوم بها الدخول عند بيراردي مرة واحدة، نفس الشيء عند ألفارو موراتا، ثم سوف ننتقل عند تريبر مرتين دون الإطلاع على إحصائيته، نفس الشيء عند مارتينيز إخوان، ميتوما مرة واحدة والإطلاع على إحصائيته، ثم نفس الشيء عند كولو مواني. بالنسبة للخطوة الأخيرة الدخول 4 مرات عند هاريكين دون الإطلاع على إحصائيته. مباشرة سوف نقوم بالرجوع واللف ب 100 كوينز أو من اللفة المجانية. الدوري الإسباني وخمس نجوم مضمونة إن شاء الله. وكما ترون يا إخواني الكرام حصلنا على لاعب أتلتيكو مدريد. ألفارو موراتا. كذلك هذا اللاعب نسخته أسطورية يا إخواني الكرام، أنصحكم بتجربته إن حصلتم عليه.